طبعا الشباب ما يطلق عليه نيت، الشباب الذين لا يمكن معرفة عليهم أي معلومة، لهم في الدراسة ولهم في العمل، ولا نعرف عنهم ما يمكن أن نحصيه على المستوى ليس فقط الأكاديمي أو العمل، ولكن حتى على المستوى الأمني. هذه في حقيقة معضلة كبيرة، وقد أشار إليها المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، والرقم هو مخيف جدا، ما يفوق عن 1.5 مليون من الشباب الذي يتراوح عمرهم بين 15 و25 سنة، بمعنى القوة الناضجة للمجتمع والفتية التي يمكن أن نستثمرها لصالح هذا البلد. فحينما تكون هذه الظاهرة مستفحلة بهذا الشكل، فما يمكن أن نستشفه من خطورة، وهو مقتبل العمر، غياب الآفاق، خطورة التمسك بالانحراف، خصوصا هنا أتحدث عن المخدرات، المتاجرة في البشر، الهجرة غير الشرعية، التحرش الجنسي، اعتراض السبيل، كل ما يمكن أن يشكل ليس فقط خطورة على الاقتصاد الوطني، وليس فقط خطورة على المجتمع، ولكن على كيان الدولة بأسرها، لأن كاين احتمال أيضا للتطرف على المستوى الإرهابي أو حتى على المستوى الإيديولوجي أو الفكري. فالإنسان حينما يكون فارغ، وخصوصا هذه مرحلة التعلم، مرحلة التمدرس، مرحلة الشباب، أي مرحلة العطاء وأوج العطاء، حينما تغيب هذه الإمكانيات التي من خلالها يستثمر الإنسان طاقته، طبعا الاحتمال ديال الانحراف هو الوارد بقوة. ولهذا العنصر ديال الانحراف وحده لن يكفي في تفسير الظاهرة. العنصر الثاني وهو الأخطر، وهو أنه لا نعرف عنهم أي شيء، بمعنى أنهم يمرون في الخفاء، وهذا هو اللي كيخلينا أننا نتساءل في بعض الأحيان، أليس لهؤلاء دور في انتشار بعض المظاهر التي هي غريبة عن المجتمع المغربي؟ أتحدث هنا عن تلك الحدة في شغب الملاعب التي تصل إلى درجة الإجرام، إلى درجة القتل، إلى درجة التخريب. هذا يطرح السؤال، ما علاقة لينيت بهذه المظاهر، مظاهر شغب الملاعب؟ أيضا حينما نتحدث عن استفحال ظاهرة التعرض للنساء في الشوارع، وهنا أتذكر حادثة طنجة، وكيف أن بعض صريحات بعض الأمهات تقول بأن هؤلاء الشباب فعلا لا يتتراوح أعمارهم، بل هما قصر 14-15 سنة. إذن حتى هي سؤال آخر، هل هما يدخلون في هذه الفئة؟ لأن بالمنطق أستطيع أن أجيب نعم. لماذا؟ لأن تقتضي الضرورة أن أبناء هذا السن 15-14-13-16 سنة مكانهم في المدرسة، مكانهم في الأسرة، أو مكانهم في نادي رياضي معين، وليس في الشوارع ليعترضوا سبيل المارة، أو أن ينصبوا أنفسهم وصايا على كل من سوف يريد أن يستغل الشارع العام. فكأنهم يتملكون هذا الشارع، ويصبح بالنسبة إليهم هو الملاذ بتفكير انحرافي طبعا، وبالتالي يعطون لأنفسهم الشرعنة من أجل تحايل على المارة، أيضا انتهاك خصوصية الجسد، سواء تعلق المسألة تعلقت بالمرأة من ناحية الجنسية، أو تعلقت بالرجل من حيث الهجوم عليه بما نسميه الأسلحة البيضاء أو غيرها من هذه الأمور. وكم من شخص يعاني الأمرين على المستوى النفسي جراء هذه الاعتراضات، اعتراضات السبيل، أو ما يسمونه المغاربة الجريساج. هذه الأمور قد يستهين بها البعض، ولكن في حقيقتها هي تخرب البنية النفسية، خصوصا إذا كان المعتدى عليه من في مقتبل العمر، سواء كان ذكرا أو أنثى. والطامة الكبرى أن علاجه يتطلب سنين. إذن الإشكال هو ماذا سوف ينتج عن سلوكات هؤلاء المنحرفين؟ هو أننا نضيع في فئة أخرى من المجتمع التي سوف تقضي جزءا من عمرها في العلاج وفي الانزواء وفي عدم الإنتاجية بالنسبة لهذا المجتمع، وكم هو في حاجة إلى أبنائه وإلى شبابه. المسألة الخطيرة أخرى، وهو أن هؤلاء أصبحت سلوكاتهم المنحرفة والإجرامية تذهب أيضا ضد الأصول. قرأنا من قصص الأخبار في هذا المجال ما يكفي لكي ندرك أن هناك ظاهرة تستفحل في المجتمع المغربي ويجب التنبه إليها.